هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، وبالليل الجو هيكون مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. النهاردة في أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً على السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري، كمان في أمطار متوسطة ورعدية أحياناً على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ومدن القناة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار، كل سنة وحضرتك طيبة. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، كل سنة وحضرتك طيبة وكل المصريين بخير يا رب. اهلا بحضرتك. يعني اخبار الطقس ايه النهارده وبكره؟ لانه طبعا بكره او يعني الفجر هتنزل الناس طبعا لصلاه العيد، وفي توقعات ان الجو هيكون شويه برد، فطمنينا الجو اخباره ايه؟ هو طبعا يمكن احنا بعد ما شهدنا بالامس حاله من حالات عدم الاستقرار في الاحوال الجويه بسبب المنخفض الجوي اللي كان موجود في طبقات الجو العليا، وشهدنا طبعا تساقط الامطار متفاوت الشده من محافظات شمال البلاد حتى القاهره الكبرى وشمال الصعيد، انخفاض في قيم درجات الحراره ونشاط الرياح. اليوم المنخفض الجوي هيتحرك اكثر باتجاه المنطقه الشرقيه، فتاثير الامطار اليوم هيكون في المنطقه الشرقيه اكثر، يعني سواحلنا الشماليه الشرقيه، مناطق من وسط سيناء، خليج العقبه، مناطق من مدن القناه، لان اليوم لسه في استمرار لسقوط الامطار اللي هتكون امطار متوسطه ورعديه احيانا على السواحل الشماليه الشرقيه، دمياط، بورسعيد، رفح، العريش، بعض المناطق من شمال سيناء، بعض الاماكن كمان من مدن القناه، باقي مناطق الجمهوريه تمتد لها فرص الامطار لكن بكميات اقل، فامطار خفيفه ممكن تزيد عن خفيفه في بعض الاماكن من السواحل الشماليه الغربيه، محافظات جنوب الوجه البحري، بعض المناطق كمان من القاهره الكبرى، لكن كميات امطار اليوم هتكون اقل من امس في المنطقه الغربيه بشكل كبير، لكن طبعا في استمراريه حتى نهايه اليوم، ودايما فرص الامطار بتكون على فترات متقطعه بتكون منطقه دون الاخرى. كمان اليوم مستمر معانا طبعا انخفاض قيم درجات الحراره، ودرجات الحراره اللي تعتبر حول المعدلات الطبيعيه او كمان اقل من المعدل الطبيعي العظمى على القاهره الكبرى اليوم هتكون 25 درجه مئويه، فاجواء رباعيه مائله للدفء بشكل كبير في القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه، اجواء نقدر نوصفها ان هي دافيه في محافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء، اجواء حاره على المناطق الموجوده في جنوب الصعيد، ده هيكون فتره النهار خاصه مع وجود اشعه الشمس. فترات الليل طبعا بقى مع الغياب التام لاشعه الشمس، ودخلنا في فتره الليل المتاخر وفترات الصباح الباكر اللي هي فتره الفجر وفتره الصلاه، في انخفاض في قيم درجات الحراره بشكل كبير، اجواء مائله للبروده في معظم محافظات الجمهوريه، خاصه ان كمان اليوم متوقع ان العنصر الثالث اللي موجود معانا نشاط رياح، في استمرار لنشاط رياح في معظم محافظات الجمهوريه، ده يساعد ان احنا نحس بانخفاض قيم درجات الحراره فتره النهار والبروده فترات الليل. فعشان كده احنا هناكد على عدم تخفيف الملابس واحنا فتره الليل واحنا خارجين فتره الليل، او حتى كمان واحنا رايحين الصلاه ان شاء الله بكره، الملابس تكون ملابس شتويه خفيفه او ملابس خريفيه، بلاش الملابس الصيفيه الكامله لان في بروده، وتجنبا طبعا لنزلات البرد. مع بكره الاربعاء ان شاء الله يكون في تحسن كامل في الاحوال الجويه، تلاشي فرص سقوط الامطار من معظم المحافظات، ممكن يكون في فرص امطار خفيفه في مناطق من السواحل الشماليه الشرقيه ايضا ومناطق من وسط سيناء ومدن القناه، لكن في مجملها ما فيش منها قلق تماما، نقدر نستمتع باجواء العيد باذن الله على مدار يوم الاربعاء، الاحوال الجويه هتكون مستقره ومزيد بقى من التحسن والاستقرار باقي ايام العيد ان شاء الله، يعني الخميس والجمعه كمان قيم درجات الحراره هتبدا تتجه نحو الارتفاعات، فهنعود تاني للطقس الدافي او يعني المائل للحراره فتره النهارده من الخميس باذن الله وحتى يوم الحد اللي جاي، اللي هناكد عليه مع حضراتكم هي فترات الليل، بناكد على فترات الليل لسه فيها بروده ومكمله معانا على مدار باقي ايام الاسبوع ان شاء الله، فناكد عدم تخفيف الملابس، وكمان نتابع النشرات الجويه بصوره يوميه، مش معنى ان احنا في استقرار ما نشوفش النشره الجويه، لان وارد جدا في فصل الربيع يحصل تغير في الخرائط الجويه في اي وقت. أكيد طبعا، وبنشكر حضرتك دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. تعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة متوقعة النهاردة في القاهرة والمحافظات.
في القاهرة درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16، أيضا في العاصمة الإدارية 25-16، الإسكندرية 22-17 والعلمين الجديدة 23-16، مطروح 22-16 ودمياط 22-16 أيضا، بورسعيد 21-17 والإسماعيلية 25-15، السويس 26-16 والعريش 24-15، كاترين 19-6 وطوبة 23-16، حلايب 27-23 وشلاتين 32-21، شرم الشيخ 30-19 والغردقة 28-18، الفيوم 26-14 وبني سويف 26-13، الوادي الجديد 30-17 وأسيوط 27-14، سوهاج 28-15 وقنا 29-18، الأقصر 31-19 وأسوان 33-19. خلصت كده نشرتنا الجوية المفصلة. عودة مرة أخرى دلوقتي لعبد وبسنت ومتابعة فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك هالة. شكرا.